بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي، وأولى فقراتنا الحوارية النهاردة في الأهلي الليلة، وفقرة حوار مميزة جدا يمكن حفظتوها طبعا. كل يوم أربع معانا نجم النجوم الكابتن علاء مهوب. اهلا بيك يا هادي. متوتر ليه يا كابتن؟ عمال تعمل متوتر، ما تقولش كده الراجل. لا 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 متوتر. لا متوتر. دي كلمه ما عنديش الكلمه دي خالص. عيب عليك. انا بس بدير حته. حبيبي ربنا يخليك. كله تمام الحمد لله في نعمه. مباراه مهمه جدا، لكن انا فاكر بقى من الاربع اللي فات قلت لي 2-0 بالظبط. لا انا فاكر السؤال، قلت لي طب يعني كام وانت تتمنى كام؟ قلت لك 2-0. انا بالنسبه لي رضا. رضا طبعا. بس قبل ما نتكلم بقى في الماتش وكل الكلام ده، طبعا نعزي انفسنا وجماهير النادي الاهلي كلها في كابتن صفا طب حليم. كابتن كوره كبير جدا يعجز اي حد نتكلم عنه كرويا، لكن هو كمان شخصيه بره الملعب اللي يعرفه كويس جدا ويتعامل معاه، يتعامل مع بني ادم في قمه الاحترام في قمه الادب. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه ويسامحه. طبعا نجم كبير جدا. يمكن انا يعني الظروف شاءت ان اكون موجود مع كابتن خطيب والعالم الكبير يعقوب السعدي، وكنا عاملين له حلقه قريب يعني ما كملش عليها سنه، ورحنا جهزنا له وقعدنا معاه. حاجه في منتهى طبعا الاحترام اللي في الدنيا وذوق. ربنا يديله الصحه، كان تعبان شويه طبعا. تعبان قوي. لكن شوفك كابتن خطيب لما كان يكلمك عليه ويقول لك كابتن صفا ده يطلع يعملها كده، يعمل لك الاوفر كده بسن الجزمه. هو الوحيد اللي كملها بسن الجزمه في مصر. يروح والله يا هاب. بقول لك وبالمقاس. بص يا هاب، الواحد طبعا الحمد لله رب العالمين في مشوار في الكوره، خصوصا في النادي الاهلي لعبت مع اساطير وضد اساطير. لعيب الكوره كنت بتمنى مش هلعب معاه، اتمرن معاه في ملعب هو كابتن صفا. الله يرحمه. ليه يا كابتن؟ يعني لا انت بتتكلم في لعيب كوره، تحس انه جسمه كله يعني كوره، هو كوره، الكوره كلها تحس ان هي في دماغ كابتن صفا. بيعمل حاجه غير اللي انت بتفكر فيها وانا واي حد تاني. كوره في رجله الله يرحمه، تحس ان كل حاجه سهله، ودي قمه الكوره نفسها. لما تحس ان كوره كل حاجه سهله مع رغم صعوبتها، تعرف ان اللي قدامك ده حاجه ما حصلتش كمهاره في كره القدم. فبقول لك كنت اتمنى والله ايهاب، يعني على قد ما لعبت مع اساطير الحمد لله رب العالمين، كنت اتمنى بس لحقته يا كابتن ولا الكابتن صفا؟ ما لحقتوش، بتفرج عليه في التمرين بس، لكن هو اعتزل وانا كنت طلعت بعدها طبعا. بس الحقيقه طبعا اساطير كبيره، بس بقول لك كنت بتمنى العب مع كابتن صفا الله يرحمه ويسامحه. ما جمعكش معاه اي لقاء؟ لا كده لقاءات اي بقى؟ لا انا كنت لسه بتكلم في برنامج قريب، هو اللي صمم ان انا اخش مجال التدريب كابتن صفا بعد ما اعتزلت الكوره، بعد الاولمبي ورجعت قابلني وكلمني لان انت تخش مجال التدريب. ما كانش في دماغي خالص الموضوع اهي. لا يا كابتن، قال لا ما ينفعش. انا فاكر الجمله بالظبط، قال لي يا علاء انا شايفك مدرب ومدرب كويس والله يا اهاب. وكنا في النادي الاهلي، كنا في الملعب الفرع اللي كان في النادي الاهلي. قال لي انا شايفك مدرب وهتبقى مدرب كويس. وصمم وخلاني مسكت فرقه مدرسه، ما كنتش لسه خدت الدراسات بتاعت الاكاديميه في الاول خالص بتاعت التدريب، ما كنتش لسه كملت دراسات. قال لي لا انت معايا موجود فرقه وهتبقى في الدراسات، خلص دراسات بس هتبقى مسؤول فرقه مدرسه. وبدانا المشوار خالص من اوله، دايما كنا انا وضياء السيد ومجموعه كبيره قوي من اللعيبه. بدات المشوار مع كابتن صفوت، هو اللي كان مصمم. وعايز اقول لك كان دايما كلام معايا ويقعد يتكلم معايا كتير جدا في حته التدريب دي. قال لي تفصل انت كنت نجم كوره وتخش على مجال التدريب. هو اللي حببني في مجال التدريب الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه كابتن حازم كرم، كابتن عادل هيكل، كابتن صفوت. يمكن ايام حزينه علينا كابتن كده، نجوم كبار واساطير رحمه الله عليهم كلهم يا اهاب. بس الحاجه الحلوه ان سيرتهم حلوه الحمد لله رب العالمين الثلاثه. دايما السيره الحلوه هي 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 حاجه متبقيه، يعني ممكن يجي الاسم تقول الله يرحمه ويسامحه بس، ما اكتر من كده لا ان انت بتقول لا تترحم وربنا يسامحه وتبدا تتكلم عليه وانت فرحان مبسوط لكنه موجود معاك لسه. فدي احلى حاجه انك بتخرج منها بقى من الدنيا دي كلها، سيرتك الحلوه وكلام الناس الحلوه عليك. فده واحد من الناس اللي لحد اللحظه دي فرحان انا بتكلم عليه الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه طبعا، وطبعا ربنا يرحمه. وطبعا بنعزي اهله وبنعزي كل جماهير الاهلي في كل النجوم اللي راحوا. ولكن على ارض الواقع نرجع نتكلم عن المباراه. نرجع بقى. ومباراه مهمه جدا، وزي ما قلت لك حضرتك الاسبوع اللي فات لي 2 فاكر 2-0 انا بالنسبه لي كفيني. لكن سير المباراه امبارح بعد المباراه زعلت. ليه؟ فرصه امبارح اهي بتكسب 4-5 تخلص من هنا بالظبط. انت كنت هتروح يعني نزهه في الجزائر، لان امبارح المباراه انا مستغرب فريق وفاق الصيف
مستغرب خط الدفاع ومستغرب حارس مرمى اللي احنا اجمعنا انا وانت ان هو هيبقى نقطه قويه جدا في الدفاع وفاق الصيف، لكن امبارح اسوء خطوط حارس المرمى والدفاع. فرص كتير جدا ضاعت جدا بغرابه شديده. المساكين امبارح كانوا مش موجودين. كان عندهم هو بص بدايه المباراه اول خمس ست دقائق كان وفاق الصيف هو اللي ماسك الكوره، هو اللي دايما بيعمل الهجمه وكده، لكن بعد كده تحس ان لعيبه النادي الاهلي خلاص بقى امتلكت زمام الامور تماما في كل حاجه دفاعيا وهجوميا، وخلاص الملعب بقى استثمر بيه كابتن المدير الفني اللي هو فاق الصيف يبدا بدفاع متقدم من حدود منطقه جزاء النادي الاهلي وضغط عليك وجامد وشكل بعض الخطوره في الاول. وما زلت بقول ان رغم رباعيات النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت في بعض المشاكل في خط الدفاع، ولكن الفوز ما بيخليش البعض يتكلم فيها. كان بحس ان في احيانا وبالذات يمكن الماتشين اللي فاتوا بالذات حضرتهم في الملعب يعني في 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 بعض يعني مفيش المشاكل لكن في دفوات كده في خط دفاع النادي الاهلي. ممكن بس كارتيرو ما يتكلمش عليها في الصحف او على الملا، لكن بينه وبين اللعيبه دايما زي ما بقول لك انا كنت بتكلم برضه معاك انا دايما هنا بقول لك المدير الفني ناجح بيفكر في سلبيات القليله كانت موجوده ويعالجها. ايجابيات كتير جدا امبارح، لكن في سلبيات انا كنت في مرة وشايفها اياب هو اكيد بيعالجها لكن ما قدرش يتكلم يعني بينه وبين لعيبته في الملعب، وده اصح حاجه من وجهه نظري ان هو بتعالج سلبياتك في الملعب مع لعيبتك. نظر الاول تشرح وتوقف الصوره وتبص وكده وبعدين تبدا تاني عملي في الملعب، لكن امبارح اجابات كتير جدا. اكبر حاجه سلبيه امبارح اضاعه اهداف سهله او خروج نتيجه المباراه 2-0 امبارح. وليد اهداف ضاع كتير جدا زائد حظ سيء يعني كره القائم حظ وحش جدا فيها. الهدف هدف صحيح، الهدف حتى اللي جابه هدف صحيح ما فيهوش اوفسايد خالص على مؤمن زكريا من الاول، لكن هو سوء حظ ممكن ان شاء الله تتعوض هناك. ما بحبش نتكلم على التحكيم لكن برضه طاقم التحكيم الافريقي امبارح يعني انا بحط تحتيه خطين شويه. اكبر غلطه امبارح هي الاوفسايد حسبه على مؤمن، لان 3-0 برضه يا ايهاب اعتقد الموضوع خلاص. في كرات كتير في وسط الملعب كانت صفاره يعني متسرعه شويه لكن الاهلي وصبوره شويه على الاهلي في في المجمل ما عليكش اخطاء تاذيك يعني ما هو اذاكش في حاجه في الاهلي نفسه، لكن زي ما بقول لك انا هو يروح المنافس شويه بالظبط لكن هو يؤخذ على مش الحكم بس هيؤخذ على الايمن اللي هو ما ادالوش اوفسايد لكن هي طبعا ما فيهاش ريحه اوفسايد خالص. المباراه كنت بتمنى تطلع اكتر من كده لان بصراحه ايهاب وفاق الصيف مش هيبقى بالسوء ده على ارضه بل وسط جمهوره اللي اديني اتكلم عليها يعني اللي انت كنت بتتكلم فيها دلوقتي كنت بسمعك دلوقتي انت ومحمد بتتكلم على جماهير الجزائر وجماهيره وفاق الصيف بصفه خاصه. طبعا هتلاقي اكيد الملعب هيبقى مقفول من الجماهير، هو بالنسبه له 2-0 يقول لك ما هو جابوا 2 انا ممكن اجيب 2-0. احنا واحنا رايحين صحفيين ملاعب الجزائر بنبقى رايحين احنا قاعدين في المدرجات يعني مثلا في الملعب نبقى قاعدين يعني لا 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 هم يعني لطاف وكل حاجه هم عندهم حماس زايد جدا في التشكيل. لا لا هم مختلفين جدا، حماس بره الملعب بينعكس على اللعيبه بطريقه مش طبيعيه. يعني امبارح انا متخيل الشكل لو جماهيرنا كلها موجوده لا انت كنت هتتفرج على حاجه ثانيه خالص مختلف جدا مع ان مفيش تقصير امبارح وطالع الشوط الاول 2-0 كده بالظبط مفيش تقصير من لعيبه الاهلي، لكن في وقت ايهاب بتبقى محتاج تسمع صوت جمهورك طبعا فوقك صحصحك بالظبط خليك تبدع اكتر. امبارح مفيش تقصير من اي لاعب امبارح خالص بالعكس، لكن غاب اللاعب الاساسي اللي هو الجمهور، ودايما جمهور النادي الاهلي من زمان جدا هو كلمه السر، هو اللي بيديك الحماس، هو اللي بيخليك حتى كسبان عايز اكتر، بتبقى كسبان وناقص بقى الحاجه الحلوه اللي مستنيها الجماهير الاداء الشكل الاهات لما تطلع من جماهير الاهلي انت مطمئن نوعا ما على النتيجه بس انت عايز كمان تمتع بقى جماهيرك. ما هو لعيب الكوره خصوصا لعيبه النادي الاهلي برضو اذكياء جدا، هو الحمد لله ممكن لك نتيجه كويسه انا عايز امتع الناس دي في يعني لعيب الكوره بيحب بيسمع الاهات بتاع الجماهير، هو ده طبعًا. النفس الجديد اللي باخده عشان دايما يقول لك احنا جماهير النادي الاهلي ده رقم واحد فعلا هو رقم واحد دي جماهير النادي الاهلي بيديك حاجات كتير جدا حماس ومتعه وحتى لو مش كويس حس الجماهير دي صحصحك تاني كسبان انت عايز اكتر، هم بيدولك عارف دايما بقول جماهير النادي الاهلي بتدي نفس جديد ليك، كان امبارح مفتقدينه شويه. امبارح نفس الجمهور كان غايب لكن نفس اللعيبه كان موجود، قدروا يمتصوا حماس المنافس بشكل كبير، امتلكوا زمام الامور، ادوا مسكوا، عملوا عدد من الجمل القصيره امبارح بقالنا كتير ما شفناش الشغل القصير اللي في الثلث الهجومي يعني بهذا الاداء وهذه الروعه. تاني بشكل كبير شفتات وبتشوف وليد سليمان بيخش بيلعب بدماغه كلمة السر. يعني في شغل في كلمه السر وليد سليمان وليد سليمان
واخد حريه في الملعب ان هو يتحرك في اي مكان، ودي ذكاء من كارترون جدا ان وليد عنده المهاره دي، عنده الحته اللي بيلعب تحت راس الحربه وتحرك الاطراف زي ما هو عايز، بيعرف يجيب هدف، بينزل يدافع وبينزل يدافع. والغريب اللي جاب جول بدماغه امبارح وليد برضو بالنسبه لي انا كان يعني فاهم اللي هو حاجه جديده على وليد، لكن هي جديده عشان مستر كارترون مديله حريه ان هو يكمل كراس حربه تاني. ووليد بيقول لك هاف في المهاره دي، تسديد كويس جدا، تمريره اخيره بيعملها حلو قوي، بتحرك الاطراف بيعملها كويس. فامبارح كلمه السر يعني كالعاده بقى كام ماتش ما شاء الله يعني ربنا يحميه، وليد وليد سليمان ونص ملعبك مستحوذ تمام. انت بتتكلم بتقول جمل حلوه وش كل ده ليه؟ عشان انت مستحوذ على الكوره في نص ملعبك، ساعات كورتك القصيره اللي انت بتلعبها بتلف الكوره هي دي. ومستر كاتو واضح ان ذاكر فرقه مفخ صيف كويس قوي. كنت بشوفك وانت واقف على الخط كنت دايما تقول لعيبه النادي الاهلي جمله واحده، كلمه واحده، باص باص، صح كده؟ برافو عليك، تقول باص باص اول قبل ما اللعيب يستلمها انت بتقول له باص. هو بص يا ايهاب، اي حاجه بتديك في الملعب تبقى انت الاحسن، الكره معاك. ما هو انت هتاخد الافضليه منين والكره مش معاك؟ بسرعه بالظبط، هي دي ميزه ميزه الكره دلوقتي، ان الكره في رجلك بتتحرك بيها كويس قوي. دايما يقول برشلونه ومش عارف واسبانيا وايه ده، عشان من الكره في رجلهم. الكره في رجلك بتبقى تتحرك تعمل كل الشغل اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي. ما الكره انت مش مستحوذ عليها، كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه انا وانت ده ملوش لازمه، مش هيحصل. لكن انت مستحوذ امبارح، اهداف، طريقه لعبك الهجوميه كتير قوي، منوعه كويس جدا. احمد فتحي امبارح ما شاء الله، على الجانب الاخر معلول طبعا، تحركات وليد، اسلام امبارح، امبارح في حاجه كويسه جدا، اسلام وليد تحس ان هم عندهم لا مركزيه في الملعب كله، تحرك كويس قوي في اي مكان هم عايزينه. الوحيد كان ثابت بس حمودي، وحمودي الراجل مثبته في المكان ده على اساس الكور بيعملها منها واحد لوليد ومنها واحده لوليد ازارو. بيعمل بالظبط اللي هو ايه ديليفري كده لحد عندك. امبارح كان ممتاز كمان حمودي، الشوط الاول عامل حلو قوي، ممكن الشوط الثاني نوعا ما عادي جدا، هو ممكن يبقى تعبان يعني حمودي ثاني ماتش على التوالي بيأدي بالظبط. برضو فكر مستر كارترون بيدفع فيه، ولكن يعني انا بقيس لك معدل رضا الجمهور. اتفضل. لسه مش شايف حمودي وصل للتوب فورم بتاعه، لسه عنده اكتر. امبارح برضو كان عنده قعاد كتير في الملعب لما كان بيستلم الكوره، لكن هو تميز لما ياخد كورته ويخش في التلت الهجومي بيأدي بشكل كويس، اوفرات متقنه بشكل بالزبط يفتقدها النادي الاهلي في هذا التوقيت. بالظبط، بيعمل خطوره كويسه، وتحس ان حمودي عايز يوصل اللي انت اتكلمت عليه ده، هو عايز يوصل لاقصى درجه من اللي هي مستواه اللي الناس عارفاه، الجمهور بيقول هو ده حمودي، ودايما قدام بتحاول خلاص هتوصل. وحمودي المباراه السابقه ومباراه امبارح تاخد عامل مستوى الفتره اللي لعبها مستوى كويس جدا. هو حتى امبارح خارج راضي عن نفسه، دايما لعيب الكوره وخارج ايهاب تحس ان هو انت متضايق ولا مادي وحش ولا كان نفسه كامل. امبارح خدت حاجه كبيره من بالظبط، هو ده كبيره من جمهور، هو بص من كارترون نفسه. بص ايهاب، لعيب الكوره وانا بقول لك وذكي جدا، هو وخارج التحيه بتاع الجمهور بيعرف هو كان عامل ايه النهارده. عارف هو خارج، عارف مبسوط ان هو خارج، الجمهور بيديله التحيات بتاعته كويس قوي، المدير الفني بيقابله، بتفرق. عكس ما يكون خارج مش مادي كويس، مش مستوايا، بيبقى بتطلع زعلان وتحس ان انت مباراه للنسيان انت قدمتها. لعب المدير الفني اللي وفاق ستيف شويه في ظهر حمودي، يعني ابتدى يعني شايفين الماتش اللي قبله بشكل كويس أكيد. عارفين ان حمودي بيزيد، ابتدى يرمي كرات كتيره جدا في ظهر حمودي، ودي كانت عامله في اول 10 دقائق شويه ضغط على النادي الاهلي. من احمد فتحي عشان بقول لك اول 7 دقائق كده كانت تحس ان كل لاعب من احمد فتحي بيحاول يخترق الجبهه دي، عايزين في المساحات بقى الفاضيه اللي بيسيبها حمودي. لكن اكيد مستر كارترون كلم حمودي بقى مع احمد فتحي على طول، كل بقى مايل، حتى ممكن تلاقي هشام او عاشور مايل سنه، لكن هي 10 دقايق بالظبط لعبها وفاق الصيف يا ايهاب. بعد كده المباراه كلها نهايه الشوط الاول كله مع النادي الاهلي، يؤخذ بقى لعيبه النادي الاهلي، ودي الحاجه بقى السلبيه. الشوط الثاني خلى وفاق الصيف هو اللي بقى الاحسن، هو اللي ضاغط، هو اللي الكوره معاه، هو اللي عامل خطوره، وفعلا عمل خطوره في كوره بالهيد اتعملت مسكها الشناوي. رغم التراجع ده بتفسره ليه يا كابتن؟ ما هو ده تراجع، الاهلي تراجع في ثلث ملعبه، وفي التوقيت ده كان شكل النادي الاهلي في الملعب غريب شويه. يعني كان وليد سليمان مع ازارو بيلعب سترايكر صريح، كانوا الاثنين عشان طبعا يشيلوا الضغط شويه، ولكن كان في جاب كبير جدا من خط الوسط مع المهاجمين، وخط الوسط شويه متراجع مع خط ضهره، وبالتالي كان الاهلي مضغوط قوي مع بدايه الشوط الثاني. وتحس برضو ان الجهاز الفني يعني كان شايف انهم عايز ينشط، ولكن التغييرات كلها كانت اضطراريه. لكن هو هقول لك حاجه، هو اللي عمل كده فاق الصيف ضغط عليك في الشوط الثاني،
هو 2-0 بالنسبه له، وحاسس اكيد في دايما المدير الفني بين الشوطين بيتكلم على اخطائه هو. هو ايه اللي ادى السياده الشوط الاول في النادي الاهلي؟ نص ملعب ما فيش رقابه، بتتحرك كويس قوي، في مساحات كتير قوي بيتحرك فيها وليد، هو قفل المساحات دي مع تحس ان في سنه كسل في بدايه شوط لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني، كسل شويه كده، لكن لما تحس بالخطوره لا نرجع تاني لادائنا العادي اللي هو الاداء العادي يا ايهاب اللي بنتكلم عليه، اللي هو بالظبط حوالي 3 اهداف محققه امبارح، 3-4. وللامانه الفريق المنافس امبارح كان عنده باد لك في اكتر من فرصه بالظبط، ما انا بقول لك واحده لا لا في واحده بالدماغ، في واحده بالهيد اتعملت الشناوي اتعامل معاها كويس قوي، في فرصه في في الوقت الضايع شاطها بشماله عاليه بالزبط. الحاجات دي كلها تقلقك هناك، لكن الحمد لله انها خرجت امبارح 2-0. كانتش مطمئنه النتيجه لغايه اخر لحظه، كان في خوف ربما يعني هدف يقلب كل ده. طبعا طبعا هدف يقلب الدنيا كلها بالظبط، عشان كده كنت بقول لك نفسي بقى كان ايه يعني، كنا بنقول 2 لكن امبارح الشكل انا شفته قلت طب ليه مش 3 ليه مش 4؟ هي وقت الفريق الثاني مش مستواه، انا لازم استغل الحاجات دي يا ايهاب، لازم ابقى طماع، لازم ابقى حريص قوي على الفرص. في حظ سيء لواحد لوليد انه بيعمل كل حاجه لحته الهدف، وعلى الهدف اللي جابه اوفسايد، لكن لازم كانت في حته يعني هدف مش اوفسايد، تسلل واحده في العارضه يعني برضه عمل في اللقاء. ما هو عمل، هو ما بيسكتش، هو ده في كوره رجع غطى ورا كلوبالي اللي اتقطعت منه بالظبط، هو ده لعيب الكوره، هو ده احنا بنتكلم عليه. ما هو برضه يعني كان عارف انت عاجبني ان انت يعني اللي انا بفكر فيه انت ملاحظها معاك، ملاحظه فعلا الكوره اتقطعت منه رجع ورا كلوبالي، هو اللي رجع الكوره بدماغه الشناوي. الكوره دي صعبه يا كابتن، يعني الكوره دي احنا شفنا الكوره اتقطعت منه، كاميرا بقى ما بتجيبوش وهو عامل سبرنت غير عادي، الكاميرا بتجيب اللعيب مع الكوره، لا 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 قطع سبرنت بطول الملعب عشان يغطي على كورته. طيب وفي الهجمه اللي بعديها برضه قام قاطع سبرنت عكسي. ايهاب ده الكلام اللي كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت انا وانت على مميزات وليد، حته الروح اللي عنده، حته الغيره، حته ان هو تحس انه عامل مشكله، الكوره اتقطعت مني طبيعي جدا انا كراس حربة اتقطعت مني عادي، في لسه خط والتاني ورايا بس هو بقى مسؤوليه، وهو بالنسبه له مش عادي اتقطعت مني، لا ما ينفعش، رجع الكوره تاني للشناوي وكمل تاني. فهي دي بقول لك حته الغيره وحته ان هو لا ما ينفعش انا ابقى عندي اخطاء زي كده، في حد بيقول لك عندي اخطاء مش مشكله راس حربة او مهاجم في حد هيقطعها تاني، لكن هو ما عندوش دي، عشان كده بقول لك دي مميزاته، دي الحاجات الحلوه اللي فيه. مستر كيرتلون تتفق او تختلف انه احيانا بيتاخر في تغيير عدسه؟ ايوه لازم بقى شويه شويه يعني، انا كان امبارح كنت اتمنى صلاح ياخد وقت اكتر من كده بكتير بكتير، كان نفسي صلاح ياخد في وقت كده، وفخ الصيف كله بقى خلاص خطوطه كلها اتفتحت، عايز يجيب هدف باي طريقه، لما وضحت التعليمات بين الشوطين عنده عايزين هدف، هدف في مباراه امبارح هيفرق معاه هو هناك. انا هدي لك نبض الجمهور اتفضل، وهو حمودي طالع الجمهور كله قبل ما حمودي يتغير بيقولوا صلاح ينزل بالظبط، يعني عشان ما هو جمهورك يا ايهاب مش جمهور بيقعد يتفرج ويسقف، لا ده جمهور دماغه شغاله وممكن يقول تغيير، يعني هو تغيير تلاقي المدير الفني عمل على طول، الناس كلها ما شاء الله جمهورك ذكي جدا، هو بيطالب باللي شايفه، شايف ان خلاص في مساحات كتير قوي وقت صلاح بقى بمهارته بسرعته ان هو تسجيل الاهداف مع وليه كمان، انت تعمل قلق ما بعده قلق، لكن هو يمكن اتاخر سنه بسكرترون لسبب ما، لان كان عندك في ناس بتشتكي في الملعب، عندك عاشور كان بدا خلاص، فكرة عاشور تحمل على نفسه امبارح كان البعض البعض ما ياخدش باله مثلا من اللي تابع اللقاء ده، عاشور متحامل على نفسه بتاع ربع ساعه في الملعب لغايه ما خلاص كان لازم يغير. المفيد بقى عاشور متحامل على نفسه في بدايه المباراه، عاشور مجهد وتعبان جدا والطبيعي ان هو ما يلعبش مباراه او ما يبداش المباراه، لكن هو ده عاشور نجم من نجوم النادي، النموذج اسمها بقى من لعيبه النادي الاهلي، الراجل متحامل على نفسه، لكن مستر كالرون بيسيبه لاخر وقت لو حد خلاص، ان عاشور وجوده في نص ملعب ايهاب حاجه ضروريه جدا طبعا، واللي عاجبني كمان واضح ان بقى في تفاهم بينه وبين هشام محمد اللي هو عوض له حته عمرو السليه اللي ان شاء الله يرجع بالسلامه يا رب ان شاء الله. فهي دي اكرم امبارح لما لعب لازم يديله حقه، كان شكله حلو تحس فيه. اكرم محتاج ايه بقى؟ عايز اسمع دي منك. اكرم محتاج ماتشات بقى بس اكرم ايه ده شويه الحماس يعني، ما هو يعني الحماس ده يديله انذارات بيخش مندفع دايما، دفاع يا اما في ترقيصه يا اما في هقول لك اكرم عايز يلعب، في نوع لعيب ما بيلعب بيبقى الحماس عنده عالي جدا، بس عايز يقول انا موجود يعني اهو بالظبط فاهمني، فهو عايز يلعب، لكن هو الراجل ده عايز ماتشات اكرم، وعايز دايما حد يتكلم معاه في حته امتى اخش وامتى ما اخشش، امتى ابقى هادي امتى مش هادي، لكن هو انا بتكلم على نوعيه لعيب مطلوبه جدا، صغير ما شاء الله كل المميزات اللي فيه الحماسيه، لكن هو عايز يهدى شويه. الحاجه الثانيه المطلوبه طبعا من مستر كاترون اكيد ادرى ماتشات كتير بقى
للاعب ده، وهو اكيد هيجي وقته هيكيد. سبحان الله، يعني الظروف اللي ضغط المباريات وعدد الاصابات يعني اللعيبه بتاخد، ولكن برضو كله بيلعب تحت ضغط. ولكن مع نزول اكرم توفيق امبارح تاخد وسط ملعب الاهلي، اتاخد وسط ملعبه وابتدى وفاق الصيف يسيطر اكتر، والاهلي الضغط بشكل كبير جدا، لان هو اساسا راح زائق الناس كلها لقدام وفاق الصيف، عشان بقى كميه الفرص اللي شفتها دي في اخر مباراه من اللي هو عمله ده، زق النادي التاني بيلعب، كان بيلعب بثلاثه مساك واحد بس ورا امبارح، وزق الناس كلها لقدام. عشان كده مستر كان وليد علشان يبقى في ثلاثه ورا معاك ماسكين ازارو وماسكين وليد سليمان. بالظبط، كان وقتك، عشان كده بقول لك انا كان الوقت ده اكتر وقت في وفاق الصيف ما كانش منظم، كان ممكن تجيب هدف والتاني. عشان كده بقول لك انا امبارح وانا بتفرج كان نفسي الثالث والرابع، لان انا شايف مساحات كتير قوي وممكن حاجات بسيطه جدا تعمل لك الفروقات دي. هو سبحان الله كانت نتيجه 2 امبارح بس، بغض النظر على الفرص، بغض النظر على سوء الحظ اللي لازم بعض لعيبها، لكن ده هو الحمد لله ان الاهلي ما دخلش مرمى هدف امبارح. هي دي، ما انا بقول لك هو امبارح كل هم لعيب في فاق الصيف امبارح احراز هدف، عشان كده هاجم بهجوم مندفع جدا جدا، يعني في اندفاع مش طبيعي. غلط قفسه، وبس اندفاع غلط، لانك امبارح ايهاب يعني وجهه نظر ايه؟ 2 لكن 3 انت نهيت المباراه من هنا تماما. هو المدير الفني لوفاق الصيف فرح بشكل الملعب انه فاضي، خليني اقول لك هو فرح بشكل الملعب انه فاضي، عشان كده بدايته كانت حلوه، بدا بضغط قوي 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 في بالزبط. الاول، وبعدين لما لقى ضغطه ده كلفه وطلع الشوط الاول 2 وحس المباراه عاند، وعنده ده كان هيكلفه اكتر، لكن التوفيق بالزبط. هو كان محالفه ان ما يخش مرمى اكتر. بدايته ما فيش جماهير، وعارف جماهير النادي الاهلي ثقه شويه، عشان كده بقول لك دايما كانت البدايه لوفاق الصيف اول 10 دقايق، بعد كده لا النادي الاهلي بدا يمسك الكوره. لكن هو في حاجه كمان، معظم لعيبه فخ الصيف لازم يكون منصفين يا ايهاب، مش في حالتهم يعني مش في حالتهم خالص، مش دي الفريق كويس. الحمد لله طبعا لكن مش هم دول، عشان كده كنت بقول لك نفسي كنت خلص مباراه هنا، كل الظروف امبارح كانت في صالحك، فانت كنت لازم يعني بس عبد المؤمن جابه اللي هو لعيب رقم 10 اللي في النص كويس قوي، كان برضو ده لعيب لاعب رجل شمال، لا وبعدين بيسلم ويستلم بيعمل، هو ده احسنهم، هو ده احسنهم، هو يعني ده الخطر اللي فيهم، ده اخطر واحد فيهم كمان ولعيب كويس جدا. لكن زي ما بقول لك انا امبارح لا امبارح الامور كلها كانت في صالح النادي الاهلي، يمكن الناس دايما الواحد بطبيعته طماع شويه، ان هو كان عايز امبارح 3 و4، مع ان انا لو جبت لي القعده بتاع الاسبوع اللي فات اقول لك انا نفسي لو عدت 2 يبقى كويس، لو ده 2 يبقى كويس. ده اللي خلى مستر كارترون بعد ما حقق اللي هو عايزه، لان برضه الراجل كان شايف المباراه يبدو بهذا الشكل، بعد ما حقق الثنائيه في المباراه ابتدى يهدى ويخلي لعيبته تهدى، وشاف ان لعيبته مجهدين قوي قوي، يعني الكادر ما كانش بيجي على ازارو، لكن ازارو كان بيعمل استرتشات من الملعب واطالات، لانه برضه يعني مجهد. ده اكيد كنا بنتكلم برضه ان في ضغط مباريات كتير جدا على لعيبه النادي الاهلي، البطوله الافريقيه، البطوله العرب لدوري، وبعدين انت بتلعب تحت ضغط جامد جدا، ضغط الفوز. طبعا انت ما بتفكرش انك تكسب، ضغط الفوز ده لوحده وضغط المكسب لوحده ده حلم رهيب على اللعيب نفسه. انت متخيل بتلعب طول مبارياتك طول الموسم ايهاب جماهيرك بتفكرك بحاجه واحده بس، انك لازم تكسب. يعني انت كفايه في البطوله الافريقيه الضغط يا كابتن، انك جاي من اول مباراتين هزيمه بالظبط وبره، يعني خلاص يعني 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 اللي ما يعرفش الاهلي يقول لك بره بالظبط. احنا كنا بنقول الاهلي هيدخل، ما حدش قال الاهلي يدخل اول، الاهلي بيحقق وبيدخل اول طبعا في المجموعه بالترابيزه تاني، دي حقيقه بيستعيد ثقته، كل دي ضغوط. ما هي ضغوط كلها ايهاب، وضغطك الاساسي اللي هيلازمك يعني لحد طول ما تلعب كوره في النادي الاهلي ضغط الفوز. التعادل مش موجود في قاموس جماهير النادي الاهلي خالص، من يوم ما قالوا يا نادي الاهلي التعادل دي ممسوحه، هو دايما بيفكر في حاجه واحده، بمكسب، دايما عينه على نهائي اي بطوله. عشان كده هو نادي القرن، هو النادي اللي واخد كل اكتر بطولات موجوده، هو النادي اللي عايز بطولات كتير دايما، هو دايما مرشح الاول. كل ما انا اقوله ده ما بيجيش من فراغ يا ايهاب، بيجي من ناس قبلنا كتير وجماهير بتحب النادي الاهلي وشجع النادي الاهلي، خلاص رقم واحد هو النادي الاهلي. في حاله بقى اللي هي بين الجمهور وبين اللعيبه وبين النادي، حرص الجماهير حتى اللي عارفه مش تدخل، اللي كانت ماليه بره بكل مداخل الاستاد وموجوده وكان نفسها تدخل، لعيبه النادي الاهلي اللي كان عندها مسؤوليه كبيره، ويمكن اسلام محارب ولعيبه بعد الهدف الثاني يعني بيطالبوا ان 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 الجمهور كده لو عنده ازمه تحل، فبالتالي في حاله حب من جميع الاطراف، وان شاء الله الفتره الجايه تشوف دايما جمهور النادي الاهلي موجود في الملعب. هي دي الحاله اللي احنا عايزينها ايهاب، عايزين حاله هدوء، حاله زي ما بتقول حاله حب. النادي الاهلي ما ينفعش يعمل غير جماهيره، صعبه. شوف المراحل دي. انت عايز جماهيرك.
عايز المسانده الجماهيريه، بتفرق يا جماعه جدا. بتتكلم في قبل نهائي افريقيا كمان. ما انا بقول لك يعني الشكل امبارح مش ده قبل نهائي خالص، قبل نهائي ده بيبقى عيد لوحده. استاد اكيد كل مقفول والناس جايه تستمتع بالمباراه. امبارح الشكل يعني ظروف ما، اتمنى يا رب ان شاء الله المباراه قادمه ان شاء الله الامور كلها اتحلت وجماهير النادي الاهلي ترجع تشجع فرقتها، ان فرقتها لازم تعرف ان هي محتاجه كل تشجيع من كل جماهير النادي الاهلي. المشهد اللي استوقفني امبارح وحسيت ان المدير الفني بيعمله لكن بشكل مقصود، ولكن هو كان عنده شيء من التوتر العصبي كان واضح عليه طول الماتش، المدير الفني لفاق سطيف مع دخولهم استاد السلام، خد الفريق كله ولفوا الملعب وهم فاضي داهم يعني قل رهبتهم خالص بالزبط. عشان كده اللعيبه كانت نازله في اول 10 دقائق بضغط غير عادي واداء وثبات ومسكين الكره كويس وباصوا كويس، ده عمل حمل كبير جدا على لعيبه الاهلي. ازاي بقى هنا اللاعب اللي عليه الضغط ده كله، اللي هو بص لقى جمهوره مش موجود، واللي هو لقى المنافس ضغط عليه وبيأدي وكورته حلوه، وهو شايفه ان فرقه عاليه جدا، بياخد منه البساط وبيسحب الكره لنفسه وبيبدا يشتغل ويلعب بقى كورته القصيره وبيمتع نفسه وبيودع جمهوره وبيحرز هدفين في الشوط الاول. لعيبه النادي الاهلي بصراحه امبارح في الشوط الاول عدوا كل حدود الطاقه. طبعا بص هبقى اجاوبك بحاجه واحده بس، تخيل لو جماهيرك موجوده امبارح مدير الفني كان عمل كده؟ ما كانش دخلهم بهذا الشكل. بس لا ما كانش هيعمل اللي انت اتكلمت عليه ده، خش الملعب من البدايه. لا وما كانش دخل الملعب وفاضي والناس لفت، استحاله. انت بتهزر؟ تخيل الملعب ده لو مقفول بجماهيرك امبارح وحضرتك ناس بفرقتك هيطلعوا مخضوضين يعني، لو خد لو لف الملعب خد الرهب الخضة وانت قاعد في غرفه الملابس على صوت جماهير النادي الاهلي بتوترك اساسا من قبل ما تلعب. فلو هتشوف الملعب وتمشي اعتقد دي هو عملها عشان الملعب فاضي، بيطمن لعيبته الملعب فاضي طمنه. بس احساسي برضو انه ضغط على لعيبته زياده، لانه كنت شايفه منفعل جدا على لعيبته، وحتى عمال وهو بيدفعهم علشان يهاجموا شويه كان متعصب، يعني هو كان شايف ان هو عنده فرصه استغلها ما عرفش يستغلها. بالزبط. هو احساسي كده بالظبط. لا هو ده احساس صح، عندي فرصه ما فيش جماهير النادي الاهلي بالظبط، لو عارف مدى تاثيرها مع لعيبه النادي الاهلي ومش عارف يستغلها. بدا بدايه كويسه لكن بعد كده لعيبه الاهلي خلاص تحوز على الكوره كويس قوي. اللي معصبه اكيد واللي بنتكلم فيه انا وانت ايهاب مستوى لعيبته مش هو ده. ما هو انت المدير الفني انا بعمل كل حاجه من الاسبوع بتاعه المباراه وكده، لكن انت في حاجه بتتمناها دايما بقول الكلمه دي، بتتمنى لعيبتك بتبقى في يومها في اليوم ده، تقول يا رب اللعيبه تبقى في اليوم اللي انا عايزه ده بالظبط. في بيبقى اللعيبه كلها موجوده او معظمها زي لعيبه الاهلي في امبارح وفخ الصيف بالظبط بره الخدمه نص الفريق حتى ذهنيا، يعني حته عدم وجود الجماهير هم عرفوا اساسا برضه خلاهم في شويه هدوء شويه. فانت امبارح ثلاث ارباع فرقتك مش موجوده بره الخدمه، الكوره مش ماشيه وبتلعب الاهلي وفريق مستحوذ خلاص استحوذ على الكوره و2-0 وعايز يجيب الثالث وي انت كل حاجات ضغط على المدير الفني. يا اما تبقى هادي جدا وتقدر تتعامل مع الموقف، او تبقى عصبي، عصبيتك هتبان في الملعب. اول ما عصبيتك تبان في الملعب هتتنقل لعيبتك، عشان كده اكبر مشكله للمدير الفني ان هو يتعصب على الملعب بره الملعب، لان هيتنقل على طول على لعيبته غير انك تبقى واقف هادي. مميزات مستر كاترون 80 دقيقة 85 فيها هو في هدوء، ممكن يبقى يتعصب في حاجة لكن دايما هو هادي. سؤال عايز اسأله لك من اول ما دخلت الحلقة وراح من بالي وانت رجعته لي تاني، خليه بره. طيب لا لا بالعكس، مش اللي اتكلمنا فيه بره. لا قول. مستر كارترون، انت تميل للمدير الفني اللي دايما عنده حماس وبيظهر حماسه لعيبته في الملعب في التوقيت لما بيشعر بحاجة، ولا المدير الفني الهادي وحماسه مع نفسه؟ يعني مستر كارترون دايما عصبيته امبارح كانت مع نفسه، يعني بيزعل نفسه بيبص على عشان دكة. حاجه غلط في الملعب. في مدير فني تاني عكس بيوجه حماسه ده او النيرف ده للاعيبته، انت تحب انه في المدرب او انت انه في المدربين؟ لا انا احب المدير الفني يبقى هادي بره. هادي بره بس مع هو واثق من فرقته. هدوءك بيجي من لعيبتك، هدوءك بيجي من فرقتك. انا قاعد ايهاب قاعد انا هادي قاعد قدام ايهاب، فهو مديني الهدوء ده، مديني الثقه دي. لو انا مدير فني عندي مشكله وعندي شك في لعيبتي هبقى غصب عني عصبي عشان انا قلت حاجات ما اتعملتش فهبقى عصبي. لكن انا يعني مدير فني النادي الاهلي انا شايف كده، او دايما الفرقه الكبيره عايزه مدير فني هادي، لان هو معاها دايما احسن لعيبه موجوده وبيتكلم معاهم بيمرنهم طول الاسبوع. فحته ان هو التوجيه دي لازم تبقى بهدوء، هو واثق في لعيبته. لو انا واثق في لعيبتي يا ايهاب الهدوء ده هيجي لي. لو انا قلقان من لعيبتي حتى لو كسبان تحس ان انا برضه هوترهم اكتر، هوترهم اكتر او انا متوتر. لكن بره يعني بره الخطوط هادي وكل حاجه. ممكن في الغرف المغلقه بقى
اواجه بس بحده شويه، ان هو طلبت حاجه من ايهاب وكانت لازم تتعمل ما اتعملتش او نسي ما تنساش. يعني في تدريب بكره هيقول لهم ايه؟ الساعه 5 بكره لما يبداوا التدريب ويبداوا بقى يرجعوا، هيكلمهم في اللي فات؟ وطبعا هيستعد لماتش الاتحاد، لكن هيكلمهم في اللي فات ولا هيكلمهم ازاي؟ خلاص هو قفل الصفحه بتاعت افريقيا. حتى الاخطاء؟ حتى الاخطاء مش وقتها. لما يجي وقتها مش عايز هو يعني تشويش تاني على فكره. لكن ربما يكون في اخطاء تتواكب مع الاداء في ماتش الاتحاد، يعالج دي؟ بيعالج دي من خلاله كلامه على مباراه الاتحاد. يعني الكلمه الكلام يقول وبلاش نعمل الخطا اللي حصل في مباراه وفاق الصيف، انت فاهم؟ حتى يعني هيوجه من خلال مباراه الاتحاد، لكن هو قفل الصفحه الافريقيه خلاص تماما امبارح بمكسب 2-0، الحمد لله يخلصوا هناك ان شاء الله، لكن بكره بقى استعداد لمباراه الدوري العام اللي برضه انت زي ما بعد لسه هعيد لك كلامي، ما بتدورش غير على رقم واحد، صداره الدوري ممتاز. مباراه مش سهله بالمره، الاتحاد مغير وجايب جهاز فني كبير ودي هنتكلم فيها، لكن لسه ما طلعتش من مباراه وفاق الصيف. الاداء الجماعي دايما هو سمه الاهلي، وقلنا باص والكره الدواره بتاعه الاهلي. المباراه اللي فاتت وخاصه مباراه الامس الاهلي يمتاز في كرته الجماعيه في جزء الدفاعي، ولكن جزء الهجومي في لعب فردي بقى له مباراتين نوعا ما. دايما بتحس الفراوده ده عنده حته انانيه شويه، يعني تتاخد على الفرود لو زادت، لكن هو دايما احنا بيقول لك الفرود عنده حته الانا شويه مسموح بيها، لكن مش الكل يا اهي، ان هي لو الكل هتبقى حاجه فرديه هتبقى حاجه ظاهره مش كويسه، ان كل واحد بيلعب عشان شكله عشان نفسه، اعتقد حاجه ظاهره مش صحيه، بس مش في لعيبه النادي الاهلي. ممكن في لحظات يا اهاب، في لحظات كده تعديها، لكن في اوقات لا، واضح ان كل بقى الجمعيه هي السمه، هي السمه اللي موجوده. التلت الاخير زي ما بقول لك انا في ملعب الكوره مسموح انك تبقى تعمل حاجه، يعني حاجه لنفسك، تبقى في سنه انانيه شويه، خلاص رايح بقى انت يعني بالظبط. خصوصا دايما احنا بنقول اي راس حربه في العالم او المهاجم الصريح، بص في العالم كله عايز يخلص، عايز يخلص، وتلاقي في الحته دي ان هو عايز يجيب اهداف، تشغل بس ساديو ماني ومحمد صلاح عايز نفس فهمني نفس المعاناه يعني. لكن هي في الاخر، انت في الاخر مصلحه الفريق هي اللي هتبقى رقم واحد اكيد. امبارح برضو يمكن صلاح محسن التغييره اتاخرت زي ما احنا متفقين، وربما يكون متاخره لان اللعيب مش جاهز 100%، برضو كان عنده نسبه شد نزل وقد يكون مش جاهز 100%، ممكن عشان كده اتاخرت شويه، كان باين عليه في الملعب. أول أنا ما نزل فوجئت على رش فوجئت ان هو فوجئت، قلت مش جريته برضه، لا مش جريته، قلت حصل حاجه في التسخين، يعني في حاجه امبارح مش طبيعيه حصلت مع صلاح، مع ان دايما كان بينزل تحس ان فايق في فرق وعايز يعمل حاجه ويسحب الفرقه كلها، ودايما بينزل تلاقي هدف موجود مع امبارح مع صلاح، لكن هو ممكن يكون فيه سنة شد توتر، خد بالك القعده بره مش كويسه يا ايهاب، خصوصا لما يكون متوتر مباراه مشدوده زي دي او يعني حماسيه قوي وحساسه، ان هو تغيير مستني يقول له تعالى بيبقى قاعد على اعصابه. عدتك الشده دي اوقات ممكن يعني تجيب لك اصابه وانت ما لعبتش، بتحصل يعني دايما. ايه الواحد يقول لك الواحد يتمنى في الملعب احسن، ان قعده بره قعده مميته، انت بتطلع كل عصبيتك وكل الطاقه اللي عندك في الملعب، عكس بره انت كلها. عشان كده بقول لك دايما المدير الفني ده مهنه الاحتراق، بتحرق اعصابك، هتحرقها فين؟ مع ده ومع ده ومع ده، ما هي دي مشكله، عشان انا دايما كلهم بعد كده بتلاقي ازمات وتلاقي حاجات مش كويسه يعني. ولاد الاهلي دايما بيأذروا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، يعني امبارح كان الكابتن شريف اكرامي اللي تعرض لايقاف بصراحه، يعني هو نفسه يقول لك انا ما عملتش حاجه، ان في مباراه الذهاب لحريه كوناكري يبقى في عندي مشكله وبعد كده ابقى موجود في مباراه العوده وبعد كده توقف مباراتين، لكن قال انا بمتثل للقرار، لكن كان موجود امبارح وقاعد وبشجع اللعيبه، كان موجود عماد متعب في الملعب، نجوم كتير جدا من نجوم النادي الاهلي بتدعم وبيبقى ليهم نفس كده في التشجيع والرؤيه وبيحمسوا الجماهير بشكل كبير. سمع في اولاد النادي الاهلي ده ميزه، ما هو النادي الاهلي ده سبحان الله كده فيه شويه مميزات، هي دي الميزه منها، ابن النادي الاهلي متربى في النادي الاهلي، تروح الايام وتيجي وكده، لكن انتمائه للنادي، لما يحس ان في مباراه مهمه وعايز ابقى موجود، عايز ابقى بدعم لعيبته كده، اكيد موجود. وجود عماد امبارح حاجه حلوه جدا، انا انبسطت امبارح لما شفت عماد في الملعب، شريف ومؤازرته للعيبه دي حاجه طبيعيه جدا، شريف ده راجل متربى في النادي الاهلي، موجود في الفريق بره الفريق احتياطي، بعيد عن شريف، الكابتن شريف عبد المنعم على طول موجود وشريف بيشارك. لا انت بتتكلم في، مش عايز اقول اسامي، لكن بص يا ايهاب دي صفه تجمعك كده وانت مغمض عينيك،
ولاد النادي الاهلي دايما بيأذوا النادي الاهلي حتى لو بعيد عن الكوره كتير، لكن هو يحب عايز النادي الاهلي يكسب. هو جاي من دافع ان هو بيحب الفريق، مش طبعا. جاي عشان يتصور لا لا خالص، هو جاي عشان حابب الفريق عايز الفريق يكسب. بذكر القناص عماد متعب، يمكن الجمهور حيوه طبعا تحيه كبيره طبعا، ولكن عم حاربي كده اداله تحيه خاصه قال له منه لله اللي كان السبب انك تبطل، يعني عارف الجمهور بتحبه بقى تقول كده. فهل عماد متعب يعني بطل في الوقت المناسب، ولا كان ممكن يعني الامور تهدى كده وياخد وقته؟ لا لا لا، راي شخصي. اصل عماد انا عندي من يعني من الناس المحببين جدا الي. لا انا كان من وجهه نظري كان ممكن يكمل عماد لحد اللحظه دي ويلعب ويأدي وكل حاجه. شايف انه كان ممكن يكمل لغايه اللحظه لحد اللحظه دي؟ كابتن حسام بدري ظلمه؟ مش عايز اخش في دي، لان هي في حاجات كتير جدا. مش حكايه ظلمه، مش حكايه ظلمه، لكن جايز يعني وقتها الظروف ما كانتش مساعده. جايز لكن حته ظلم قبلها بسنه ما كانتش مساعده. حته ظلم يعني عماد قعد كتير، حتى ممكن ما طلعتوش اعاره تشوفه وترجعه تاني في ظلم مفوقه. قعدته برضه فتره على الدكه وكان يجي له عروض اعاره تقول له اقعد انا عايزك، لان عماد عايز يقعد كمان. عماد مش ما انا عارف، بس في نفس الوقت لا منك فوقته ولا منك اديته. لكن مش عايز اقول حته، عايز ابعد عن حته الظلم دي اهاب، هي جايز الظروف وقتها. لكن عماد من نوعيه اللعيبه، اقولها لك تاني، ما حسبهاش صح الكابتن حسام؟ ممكن وجهه نظره، ممكن وقتها ممكن وجهه نظره، ممكن هو اتكلم يقنعنا انا وانت. لكن هي وقتها دايما انا بخلي راي المدير الفني ده حاجه بتاعته هو. طبعا هو الادرى، هو اللي شايف. بالظبط، هو الادرى، هو اللي شايف. لكن رايي انا الشخصي، عماد لو انا مدير فني، عماد موجود معايا لحد اللحظه اللي بتكلم فيها معاك دي. موجود في الملعب معايا، يلعب امتى بقى ما يلعبش، لكن موجود وعارف استفاد منه كويس قوي. عماد من نوعيه اللعيبه اللي تعرف تستفاد منه كويس قوي. ثقته في نفسه حاجه مش طبيعيه. طبعا مهاجم من الحاجات النادره جدا اللي موجوده في مهاجم مصر. هو ده اللي تقول مهاجم، ولما بتعوز مهاجم بتقول لك ايه؟ انا عايز مهاجم زي عماد متعب. بالظبط، يعني بس بص يا ايهاب، والله الكلام يعني لعيب الكوره لما يسمع الكلمه دي بالنسبه له هو مبسوط. يا سلام، انا عايز مهاجم زي عماد متعب. عماد بالزبط. متعب هو المثل اللي انت بتقول، انا عايز كل المهاجمين زي عماد متعب. فدي بالنسبه له حاجه قويه جدا، وده من الناس المحببين جدا لجماهير النادي الاهلي، وعلى المستوى الشخصي طبعا ده حبيبي جدا كمان. الحديث لا ينقطع عن وليد سليمان واحمد فتحي، لكن واضح كده ان 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 مع اجيري والجهاز الفني الجديد، ايوه ده عايز نفس جامده. ليه مش نفس خالص؟ ده اساسا موضوع سخيف ومضايقني انا اساسا. يعني بقول يعني ايه موضوع السن؟ واتكلمت فيها معاك، يعني ايه سن؟ هو اللي بيحكمني في السن؟ ما احنا بنقول كل ماتش بيتلعب خلاص وعدى، يبهروك بالماتش اللي بعده. بالظبط، يعني تشوف وليد سليمان يبهرك، تشوف احمد فتحي نمسك الخشب. الله اكبر، طبعا ما شاء الله امبارح. فيعني يبهرك. بتتكلم على اثنين، هقول لك حاجه. طبعا باقي اللعيبه، لكن احنا بنخص دول. ماشي ماشي، هقول لك حاجه. حاله خاصه. انت بتتكلم على ثلاث لعيبه حضرتك بتقول عليهم كبار في السن، هم اللي بيفرقوا في اداء النادي الاهلي دلوقتي. احمد فتحي وعاشور ووليد. بالظبط. هو لازم اقول سنه كذا؟ طب ما يا اخي اعمل نفسك مش واخد بالك، يعني ايه سنه كذا؟ انا اسمه اداؤه عامل ايه؟ وانا بقيمك بسنك ولا بادائك؟ بس واضح ان الكوره عندنا قديمه قوي هنا. انا بقيمك بايه؟ بادائك في الملعب. وانا كابتن ما ممكن يبقى واحد عنده 20 سنه ايهاب، معلش، وادائه وكميه جريه وعطائه مش زي مثلا وليد او احمد فتحي. طب ايه؟ بتحسبها ازاي انت؟ انا بحسب الكوره تتحسب بالعطاء في الملعب، بالاداء، لكن مش بالسن. ممكن واحد يبطل عنده 24 سنه خلاص مش قادر انتهى، لكن ممكن واحد 34 سنه ما شاء الله 90 دقيقه صح ما بيسيبش ماتش، وغير كده هو مش عالي على فريقه. دي ثلاثه بص انهم كام، هم اللي فارقين في اداء النادي الاهلي، مع احترامي الكامل لكل اللعيبه طبعا، لكن كل فرقه في العالم فيها 2 3 بقول لك هم دول اللي معاهم المفتاح نفسه، مفتاح الماتش، مفتاح اللغز نفسه بتاع المباراه، هم دول الثلاثه يفرقوا معاك جدا. هو 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 لو في مدير فني للمنتخب، مش ممكن زي ما بتشوف الناس يضم لعيب مثلا لماتش، يعني يبقى اللعيبه متاحه معاه. شفنا باب رادلي لما جه طلع ابو تريكه بره، بعد كده رجع ابو تريكه. شفنا برده كوبر اول ما جه طلع فتحي بره، بعد كده رجعه تاني، وشفنا وشفنا وشفنا. لكن يعني اجي اتكلم مثلا مع ناس في الكاس يقول لك خلي بالك اصل وليد سليمان بيلعب في نفس البوزيشن بتاع محمد صلاح، اصلي مش يعني تسمع ردود حتى يعني ايه يعني يعني ايه. انا عايز حد بس ما عايز مين قال لك بس الكلمه دي عشان اعرف ارد كويس. انا بعدين بقى يعني ايه ان شاء الله؟
هو ممنوع حد يلعب في مكان محمد صلاح؟ مش كده يعني، هو بيقول لك اصل كذا، اصل لو جبته وقعدته على الدكه، طب اصل انا بجيب لاعب صغير تاني، اصل ده لعيب جاهز لما عاوز اجيبه. حتى تلاقي المبررات اللي بتيجي مش مقنعه. مش مقنعه. طب ما انت لو واخده معاك مثلا، لو قلنا مثلا ان هو نفس بوزيشن صلاح في الملعب، وفي ماتشات ممكن ما يكونش النجم الكبير فيها مش موفق، وتبقى محتاج تنزل حد او لا، ما هو بالكلام ده ما تقدرش تغيره مش موفق، يبقى انت خلاص خلاص. انت كده جاوبت على في كل قناعات. انت جاوبت على كل حاجه، في قناعات. النجم مش المفروض اجيب حد مكان. كل جهاز فني بيجي بيبقى عنده الله. قناعات، يا ترى القناعات دي بيجيبها من نفسه وهو جاي لنا مش عارف حاجه، ولا بتبقى من الجهاز اللي معاهم؟ هو واضح ان هو جاي لنا مش عارف حاجه، والجهاز اللي معانا هو مش عارف حاجه. من الاخر يعني. حاجه يعني، او الاجابه دي بصراحه حاجه تحزن يعني. ولا الرؤيه في الملعب، الناس موجوده في كل ماتش وبتتفرج على ده، بيروح يقضوا وقت. ما انا اروح، معلش هو انا ما اروح الملعب، انا بروح الملعب ليه؟ اتفرج اشوف صح. ورؤيتي بره غير بتفرج على التلفزيون. انا اقول لك على حاجه بقى، وانت بتكلمني انا اسف انت مش واخد بالك منها، هعيدها لك. هو انا رايح ماتش الاهلي امبارح وانا كده كده واخد قائمه المنتخب اللي جاي، طب انا رايح الماتش امبارح ليه؟ عشان تقول انا بشتغل واروح واجي بس. ما انا بقول لك انا لسه بتكلم. ما يعني هو عارف انت ايه؟ عارف انت ايه عشان نخلص القصه دي؟ عارف انت اثبات حاله؟ ايوه بس يعني حدود. على الاقل كان ااجل الاعلان، ربما لا قدر الله لعيب اللي انا عامل حساب عليه، لعيب يتصاب، العكس تماما، لعيب يبقى انا شايفه بالشكل الكبير في مباراه قويه زي دي قبل نهائي افريقيا، وبشوف اللعيبه وشايفهم قبلها تاني. يا سيدي رايح اثبت حاله. كام؟ رايح اثبت حاله، تحس في واحد موظف مستنيك بره بره الاستاد. هيزعلوا منك انت مش هيزعلوا. لا يزعلوا مني انا، مش هيفرقش معايا. بره الاستاد امضى، انا وصلت. انت بتهرجوا اساسا. يعني ايه قائمه المنتخب طلعت وانا صراحة اتفرج على المباراه وفي دماغي مش هاخد حد؟ واحسن ناس اللي انتوا ما بتفكروش فيهم. زي برضو بالظبط في الزمالك، زي معلش لازم اقول في اثنين في الزمالك انا اختار محمود علاء ويوسف اوباما. انتوا عايزيني تاني؟ طب ماشي. وليد عشان بكان معلش عشان كان عدي الكلمه دي بقى. لا مش قادر، مش مستوعب. عديها وليد ما بتاخدش وخلاص، عديها. طيب خلاص اوكي. طب انت شايف اوباما ومحمود علاء طبعا يستحقوا؟ طبعا. ما هي فيها ايهاب، الكوره اصلا ما فيهاش واضحه، الكوره لعبه واضحه ومتشافه كل حاجه، ليه ما يتاخدوش منتخب دول؟ معلش انت واخد محمود حمدي على محمود علاء؟ لا طبعا. لا غلط. انا بقول لك غلط، محمود علاء هو الاحق يروح المنتخب. يوسف اوباما لازم يروح المنتخب، من حقه يا جماعه، من حقه. شكله وادائه في المباريات. اقول لك على حاجه كده، انت عمال تقول لي على حاجات كتير قوي. في التدريبه الاخيره للمنتخب قبل مباراه النيجر، علي جبر جات له واحده بيشوطها كده بتاعها، قلشت في التدريب. سلجادو طبعا اللي احنا مش عارفين لغايه دلوقتي هو وكيل اعمال اللاعب، هو وكيل اعمال الراجل ولا بقى المدرب رسمي؟ لا الاتحاد عارف يفيدنا ولا حد عارف يفيدنا ولا بنشوف سلجادو ده خالص. انما المهم قال لاجيري، قال له لا ما تلعبش الراجل ده بكره. ما لعبش. انا واعي. انا بقول لك ايه، انت كلام بجد؟ والله حصل. صح خلاص يبقى كده خلاص. لا يعني دي تكات كده، بتبقى في بعض الامور تكات. ايه دي بلاوي؟ تكت ايه دي بلاوي؟ انا مش هتكلم. لا ما هو واضح ان هو استنى علاقته بالراجل قويه جدا 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 جدا. سلجادو؟ طبعا. ماكله عيش. طيب ده ما هي اكل عيش، خلي اكل عيش في اكل عيش. غير الموضوع ده. طب ادي لك حته كمان قبل ما اخرج. كفايه. البعض كمان بيتكلم ان في وكيل مصري، وانا هقولها يعني، البعض شايف ان ممدوح عيد هو قريب من الراجل وهو اللي جايب سلجادو، فبالتالي برضه اللعيبه اللي قريبه من ممدوح هتلعب الفتره الجايه. يا ريتني مضيت مع ممدوح. تصدق فاتتني دي؟ لا يعني اصل انا بقول لك اللي اللعيبه بتقوله، انا بقول لك ان اللعيبه بتقوله يبقى حقيقي. اصل في حاجات ما ينفعش في الكوره اهاب، في لعيبه ما ينفعش زي ما تروحش المنتخب. ازاي؟ يبقى كل الكلام انت بتقوله ده اكيد حقيقي. اللعيبه بتقول. اللعيبه بتقول يعني. طيب ناخده ماشي يعني اللعيبه بتقول، بترد على ايه؟ الاسئله اللي احنا بنسالها بعض انا وانت، ما الشارع كله بيتكلم يعني. واحد زي وليد ده ليه؟ احمد فتحي بره ليه؟ محمود علاء بره ليه؟ يوسف بره ليه؟ عاشور اللي تقريبا لو غمضت عينه هيلعب لك في الحته دي من غير اي مشكله. عاشور مظلوم دائما في عز يعني. غريبه قوي دي. في كل المدربين ما شاء الله. عاشور ما تعرفش ليه؟ عشان في اثنين موجودين يعني، هم دول خلاص. هو ده دول الكوره يعني، هم دول بيلعبوا كوره هم الاثنين. هنهزر ولا ايه؟ ولا عشان ده مش محترف؟ وبعدين ده في النادي الاهلي، كفايه ان هو في النادي الاهلي.
احسن من اي احتراف في اي حته. ده كفايه تاريخه، طلع تاريخه كلاعب مبارياته الدوليه غريبه جدا وبطولاته. لا عاشور ده، عاشور ده يا حدث ولا حرج يا كابتن. يا ايهاب بقولك لا لا لا، عاشور ده انا اكتب له كتاب. يا ايهاب انا بقولك يعني وصل لمرحله يعني تغمض له عينه وتحطه في نص الملعب هيلعب الحته بتاعته دي. انما انت بتاخد اسامي وده محترف مش عارف ايه وده محترف فين، محترفين ايه؟ هو عشان انا محترف لازم اجي المنتخب حتى لو حتى ما العبش فرقتي، حتى لو ما بعرفش العب اجي منتخب؟ ما ينفعش طبعا. طب نرجع لايه؟ احسن برضه عشان في الحاجه الصح. ايوه خلينا في خلينا كده حاجه هاديه. ضغط المباراه زي ما بكلم مع حضرتك ضغوط زايده شويه، وبالتالي بدايه الاستعداد لمباراه الاتحاد المقبله اعتقد ان 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 الجهاز الفني هيبدا يغير شويه في الاستراتيجيه لو يشوف في قصه التدوير اللي بيعملها، يتاكد من اصابات لعيبته هتقعد قد ايه، لان اللي جاي صعب جدا في ظل الغيابات دي. هو مش التدوير بقى اجباري يا ايهاب، انك عندك اصابات كتير وعندك مباراه مهمه جدا لسه في الجزائر، فما ينفعش تعمل اي مجازفه الفتره القادمه. لكن زي ما بقول لك انا اللي مطمنك ومخليك نوعا ما هادي ان دايما في عندك نجوم، ونجوم كبيره قوي كله عايز يلعب. يعني اكرم ده تجي له فرصه كويسه وهو مستني دي، دايما لعيب الكوره الذكي يستنى الفرصه دي، يوم بتيجي يظهر نفسه. امبارح التشكيل اللي بدا بيه ده كان الامثل. ممتاز ممتاز، مفيهوش غلطه. خروج ناصر ماهر مفيهوش غلطه، لان هو لاعب نفس التشكيل المباراه السابقه. فما ينفعش مشيت مع حمودي خد عشان عايز لا ما هو بص يا ايهاب، وممكن خد المباراه بس ما كانش كويس، لكن لا مش مباراه امس، لا اللي قبلها لعب وكان كويس، مباراه امبارح لعب وبدا. انا حمودي انا كويس، فما ينفعش انا واحد بعد ما يفوق نجم زي كده وانا مقتنع بيه، المسكاترون مقتنع بحمودي جدا وهو فعلا لعب مقنع، ما ينفعش اروح مقعده، ما ينفعش اغير في تشكيله امبارح، ما ينفعش، خصوصا ان الوقت قصير جدا. لكن مباراه الاتحاد غير، غصب عنك هتغير في التشكيل، اصاباتك وتحضيرك لمباراه الجزائر المهمه جدا بالنسبه لك، عشان كده في تغيير. لكن زي ما بقول لك تغيير في نجوم جديده وموجوده وهيلعبوا وهيثبتوا نفسهم. يعني زي محمد شريف لعب مباراه النجمه وهدف ما فيش. ففي لا ما عندكش، يعني انا عن نفسي مش قلقان. ما شاء الله النجوم كلها كبيره وكله عايز يلعب وكله عايز يقول انا موجود في النادي الاهلي. ودي طبعا ميزه. تطلع كده تحس ان هي مزروعه فيك، ان انا عايز اقول انا موجود. دايما بنقول ان الاهلي ما بيقفش على حد، ولكن انا بختلف في نقط. يعني في لعيب بيأثر، لكن ما بالك يبقى عدد من اللعيب مش موجودين؟ اكيد الكلام ده بيأثر على الفريق، اكيد هيأثر. لكن زي ما بقول لك النقطه اللي انت مسنود عليها، النجوم عايزه تلعب، النجوم مش عايزه تقعد احتياطي، عشان كده هي دي عارف مطمناك شويه. لكن لا في نجم بيأثر، ده في الدنيا كلها ايهاب، ما فيش حاجه اسمها ما بيأثرش. لكن بقول لك النقطه ده مطمناك انك في حد عايز يقول انا موجود، انا عايز العب، عكس ما تبقى مدير فني منحوس تبقى في مكان يقع منك اثنين ثلاثه تبص مش لاقي هتعمل ايه؟ خلاص. لكن الحمد لله الايام موجوده، النجوم كبار قوي وعايزين يثبتوا جدارتهم هم موجودين في النادي الاهلي. وفي حاجه كمان مش عايز يقعد احتياطي، ودي مشروعه لكل الناس. طبعا تنافس، في تنافس بالظبط، هو ده بس دي النقطه اللي معموله في لعيبه النادي الاهلي، على فكره في قطاع الناشئين مش في الفريق الاول، التنافس موجود وكل واحد عايز يلعب، لان هو كل واحد عايز يقول انا لعبت للنادي الاهلي، بالنسبه له الدنيا ما فيها. من هنا الفتره المتبقيه لغايه مباراه فاق سطيف كده الجهاز الفني بيحط خطته، بيحط كل الاحتمالات، الورد ده علي معلول هيلحق ولا لا، طب سعد لو لحق اجيب ايمن اشرف مطرح علي، يعني قصه التبديل وتوفيق. ومن حسن حظ النادي الاهلي اللي عنده اكتر من لعيب في الملعب بيلعب في اكتر من بس مركز. انت جاوبت السؤال ده، سالت وجاوبت، لكن هو شغله الشاغل دلوقتي الاصابات مدتها قد ايه وهيتعامل معاها ازاي، لكن البديل موجود وبيلعب في اكتر من مركز، ما عندوش اي مشكله. يعني ما شاء الله اثنين في الفرقه بيغطوا لك ست مراكز، احمد فتحي وايمن اشرف يغطوا لك ست مراكز بالظبط. انا قاعد بتكلم بقول ايه، لكن هو يهمه هيتعامل مع الاصابات ازاي، الفتره قد ايه بتاعت الاصابه، ويبدا يحط خطته لحد مباراه الجزائر، مش الفتره الجايه. هو دلوقتي بيبص معلول على عاشور على صلاح محسن، ومطالب منه المكسب في المباريات المقبله. لا المكسب ده انت مطالب منه رغم كل الظروف اللي عنده، رغم ان هو بيجهز الفرقه لمباراه العوده 23 اكتوبر، ما فيش حد مطالب منه يعني ماتش زي الاتحاد يوم الاحد، مباراه قويه جدا طبعا، الاتحاد كسبان الجونه 2-1 في الدقيقه 3 من وقت بدا الضايع، شغال بشكل كبير جدا كابتن حلمي طولان، معروف طبعا يعني قيمه كبيره جدا طبعا. جدا في التدريب وراجل بيأدي بشكل كويس، فما فيش حاجه سهله جايه. لا ما فيش حاجه سهله وما عندكش اعذار، موضوع اعذار دي عشان انا مضغوط مبارياتي ومش عارف وعندي اصابات وكده ما بتتقالش في النادي الاهلي.
عمر ما مدير فني جه قال انا عندي اصلا عندي اصابات كتير وعندي اعذار وكده، هو ما عندوش كده، هو اللي عارف ان هو عنده لعيبه عايزه تلعب ما بيلعبش غير حاجه واحده بس. الدوري مولع لما بتروجيت يحرز الهدف الاول، وبعدين بيراميدز يبقى 2-1، وبعدين بيراميدز يبقى 3-1، وبعدين بتروجيت يبقى 3-3، ويطرد احمد حسن من على الملعب. ايه اللي بيحصل؟ خلص المباراه خلاص، خلص المباراه 3-3. حلو، دوري حلو، حلوه حاله، حلوه جميله. بص نتكلم عليها وانت مستغرب ازاي حاله حلوه موجوده في الدوري الممتاز. جميل، حاله حلوه طبعا، حاله الشد مع الفرق، وفي لعيب وفي فريق كده في منافسه ومعمول له حساب وكده. ليه لا؟ حلو. زايد انا فاكر كلامك قلت لي بيراميدز مزود المنافسه وعامل حاله ومحلي وعامل حاله وكويس. بص يا هاب، لو هو فريق عادي انت كنت بتتكلم عليه كده؟ لا طبعا خالص. لكن انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل، وهقولها بجد، ما فيش فريق عادي في الدوري. لا بصراحه الدوري السنه دي مختلف يا كابتن. كل الفرق، جونه طالع حصان اسود كان ماشي بشكل كويس وماشي رائع جدا، ما شاء الله هايل. الاتحاد كابتن محمد عمر كان ماشي كويس، هو الراجل شاف ما يكملش. كابتن حلمي طولان اول ماتش على الجونه بيلعب بشكل كويس. لا ده كل الفرق حلوه قوي كويس، كل الفرق دي كويس. لكن برضو ضيف عليهم ان وجود بيراميدز السنه دي بلعبته بالشكل ده عامل برضو حاله قويه في الدوري الممتاز. الفتره الجايه اكتر من لعيب في النادي الاهلي، طبعا التقييم الطبي هيشوف الامور ماشيه ازاي. الجهاز الفني وهسبق الظروف شويه، وهو بيلعب في الدوري هيبقى عينه على مباراه الجزائر. هيبقى عينه على المصابين هيوصلوا امتى، لكن هيركز مباراه الاتحاد. لازم ايهاب، لازم في فصل، لازم هو هيفصل عشان يفصل لعيبته، لان اللعيب بيحس لو هو مش مركز في مباراه الاتحاد ويفكر في الجزائر غلط. مباراه الاتحاد دي دوري، يهمك ان شاء الله مكسب، اساس مكسب في مكسب، وتسافر وانت الامور كلها كويسه. لما يحصل حاجه غصب عنك هتتاثر بالنتيجه، للاسف هتتاثر انت كلعيب. الجماهير، ما بتقبلش حاجه خالص، بقول لك جماهيرك عايزه مكسب، فلازم فصلت وفاق الصيف، مبروك امبارح، بتفصل. هو ده طبع النادي الاهلي كده من زمان، واحنا على كده اهي، بتفصل، بتعرف تفصل كويس قوي. المدير الفني بيقول صفحه بتتقفل، اقفل لحد ما يجي وقتها. لكن الوقت انا رايح على فين؟ على الاتحاد. هبدا اتفرج على الاتحاد، هركز معاه، شوف ربنا يكرم ان شاء الله، تاخد البطوله الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله ما منعش، هتقفل الصفحه، هتكمل الدوري بتاعك، هتبدا البطوله الافريقيه الثانيه. اخد بس الرنة. بقول ان شاء الله، يعني بقول انت دايما بس لان انا دايما كنت موجود وابقى في سفريات مع الفرقه، وراجعين على الطياره جايب بطوله والكاس معاك في الطياره، كاس بيخش في الشنطه. عارف والله، عارف اللعيبه واحنا نازلين قبل ما الطياره بتنزل بياخد معايير تدريب ودنيته. انا عشت الحاجات دي، اللي لا تفرح بكره. شكرا، انا عشت الحاجات دي، عشتها كلاعب وعشتها كمدرب. عشان كده ما بتكلم معاك بقول لك لا، الفصل دي حاجه موجود، تبقى جاي والدنيا كلها هيصه، الناس كلها شايلاك، بتروح تنام تاني يوم انت عندك مهمه جديده. هي ده قدرك، وقدرك الحلو على فكره انك موجود في النادي الاهلي مش وحش طبعا. هو قدرك كده تكسب بطوله، تقفل، مطالب ببطوله تانية. عشان كده هو النادي الاهلي، هو نادي البطولات. اصل نادي البطولات والكلمه اللي بقولها دي ما جاتش في يوم وليله، لا دي ناس عارفه عامله ايه، مزروع جواها حاجه واحده بس، انا عايز اكسب، انا عايز بطوله. بطوله بتخلص بدور في الثانيه، بطوله بتخلص بدور في الثانيه. عشان كده تحب تحس ان لعيب النادي الاهلي دايما عايز يكسب، عايز بطولات. اللي تتكلم عليه انت عليه ده فرحان وكده، لكن بيقفل على الكاس او حاجه اللي جابها، مبروك، تعال نبص عندنا ايه، عندنا بطوله ثانيه هنلعب على البطوله دي. وانت عندك خبرات وعشت الاجواء دي، المباريات الكبيره اللي زي دي اللي بتبقى مع شمال افريقيا طول عمرها ليها ذكريات طبعا. ليك ذكريات في المباريات دي؟ في حاجات ما تنساهاش فيها؟ في حاجه تسترجعك تحس ان المباراه اللي جايه دي؟ انت عارف انا بفكر في مباراه مولوديه، مولوديه وهران، كنا كسبنا 3-1 هنا، وبنلعب هناك في اجواء يا ايهاب الطبيعي، والله العظيم مش طبيعيه. لا ما هو دي الاجواء الطبيعيه، ملعب يعني مقفول. وبعدين مولوديه دي كان فيها بالظبط حوالي 6 لعيبه منتخب الجزائر في عزه، لدرجه احنا كنا بنيجي نتكلم مع بعض في الملعب احنا ما بنسمعش بعض. كان معانا كابتن جوره الله يرحمه. بس ده كمان بينزلك الملعب يا ايهاب، انت عباره عن شعله نار، عارف يعني ايه؟ اللي هو انا مش فارق معايا حاجه خالص، انا كل اللي هعمله 90 دقيقه لازم اطلع باحسن نتيجه ليا انا. وانتوا في الملعب مش سامعين بعض خالص، والله العظيم. لا 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 لا، مش سامعين بعض. بتكلم مع كابتن مجدي وكده وكابتن خطيب، مش سامعين بعض من كتر من اول ثانيه. لا مش من اول ثانيه، وانت بتسخن لحد ما المباراه انتهت، صوت الجماهير
فعشان كده بقول لك الاجواء هناك اجواء صعبه جدا. والله وانا بكلمك بدايه الحلقه انا الذاكره شايف. انا والله شايفها شايف المباراه كده، لكن الحمد لله 2-0 بمجموعه اللعيبه دي، ربنا يكرمهم ان شاء الله ويرجعوا مبسوطين يا رب. وانت جاي قلت ايهاب هيسالني في ايه وايهاب ما سالوش. هقول لك على سر، انا وانا جاي من بيتي وجاي لك والله العظيم ولا بقول هتسالني في ايه ولا عايزك تسالني في ايه ولا حاجه خالص. انا بحب كده حتى بكلمكش واحنا جوه بنطلع، واحنا جوه بنفضل اجي اكلمك في حاجه. لا خالص انا بتوهني اهو بتوهك لحاجه واحده بس، انا بحب الحوار بيني وبينك ما بقاش مرتب. لا خالص اللي بيجي على دماغي بساله وانا هجاوبك، عشان كده الحمد لله الحوار بيطلع كويس جدا والوقت بيروح بسرعه، لكن انا مبسوط ما بحبش اعرف اسئله، بحب اتكلم معاك على طبيعتي. انا دايما ببقى سعيد معاك الاربع ده بالنسبه لي حلقه جامده جدا. لا يا ربنا يخليك وبشكرك شرفت ونورت ودايما بسعد بيك وكل الجماهير بتسعد الحمد لله. الحمد لله بيك كل يوم اربع حبيبي. حابب تقول اي حاجه؟ بنشكرك. اشكرك يا ابو الله جميل، بس انا بستنى يوم الاربع ده على فكره عشان التقي بيك وجماهير النادي الاهلي الحبيبه. والفتره دي انا عايز اقول لك انا ببقى في منتهى السعاده وانا بتكلم مع جماهير الاهلي وبتكلم على النادي الاهلي. اشكرك كابتن. شكرا. طبعا فقره مميزه جدا كل يوم اربع مع الكابتن علاء ميهوب، دايما اللي بتسمعوه مع الكابتن علاء صعب تسمعوه في اي حته. خلونا نطلع فاصل وهناخد بقى فقره مميزه جدا، هناخد فقره مع واحد من قامات الكره المصريه. دخوله لقمه اداره الكره المصريه كان دخول مفاجئ جدا، واتقال كلام كتير ولكن كانت قراراته وإدارته وريادته فجأة الناس كتير جدا. فجأة بعد عن المشهد بشكل كبير، لكن كل قراراته اللي كان بياخدها داخل اتحاد الكرة كان منها سبب كبير جدا مع المجلس الحالي ان نوصل كأس العالم. أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق بعد الفاصل في حلقة مهمة جدا وكواليس وأسرار فقط في الأهلي الليلة.